أما هلأ زينب، مساحتنا التالية هي بعالم الطفولة. رح نتعرف من خلالها على بعض الأساليب والتقنيات اللي بنقدر أو بتقدر هي تساعد الطفل على الهدوء والتركيز، بالتالي يصبح قادرا على تحمل المسؤولية لبناء مجتمعه. أكيد بدنا نحكي كمان على دور الأهل، المجتمع، المدرسة والطفل أيضا بحد ذاته، أمور رح نتعرف عليها أكيد مع استشارية الطفولة المبكرة رينا أيوب ومريم العيسى، خبيرة تدريب مهارات حياتية، ليكونوا معنا بصباحنا ويخبرونا أكثر عن هالموضوع. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، يسعد أهلا صباحك، وسهلا. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. يعني دائما عندنا مساحه هيك للطفوله وهي جدا مهمه، معك رينا ومعك مريم، دائما بيكون لنا وقفات اليوم مجتمعين مع بعض يمكن لنقدر نحن نستفيد اكثر من المعلومات اللي رح تقدموا لنا. يعني بدايه رح نبدا معك رينا ونحكي عن التقنيات اللي بتساعد الطفل على الهدوء وعلى ايضا التركيز. يسعد صباحكم. رح نحكي عن موضوع الهدوء والتركيز للطفل اللي تحت 7 سنين. هاي الاطفال اللي دائما مشتتي، دائما مضطربي، دائما عنده فرط نشاط، دائما عنده حب الاكتشاف والتجريب. ما بدنا نخلط بين اذا الطفل حابب يكتشف ويجرب او هو طفل عن جد عنده مشكله سلوكيه معينه باضطراب او مشكله بالجهاز العصبي اللي عم تؤدي لسلوكيات خاطئه. في كثير اسباب بتساعدنا على انه نحن نحافظ على هدوء الطفل وتنميته وعلى انتباهه بالاشياء اللي احنا بنطلبها منه ما تكون مكثفه وبتكون شوي مدروسه وتكون شوي واقعيه. اطفالنا تحت عمر 7 سنين ما فيهم يستجيبوا لاكثر من نداء، لاكثر من طلب معين باوامر معينه. ممكن يستجيبوا لامرين او ثلاثه بنفس الوقت. احيانا نحن بنخلط الامور ببعضها، وانت جاي جيب لي كذا وانت رايح اعمل لي كذا، بكون الطفل ملتهي بكثير وسائل بين ايديه، ممكن ايباد، ممكن لابتوب، ممكن عم بيطلع على شاشه تلفزيون معينه، ففكره كله محصور بضمن اطار معين. نحن بدنا نحاول نحافظ على تفكير الطفل ودماغ الطفل بهذا الشيء. القسم الايمن دائما بيستجر للطفل الاشياء المحببه له، فهو ما عاد بيقدر يتواصل معك باي نداء. بدنا نكون فاصلين بين اذا كان عنده مشكلة بالانتباه ولا هو ما بده يركز علينا. تمام، يعني عم نحكي عن موضوع كثير مهم اصلا، كثر خيره يمكن اذا بيستوعب 3 أرباع امور الطفل يمكن كمان. خلينا احكي معك مريم على دور الاهل، المجتمع والمدرسه كمان. المدرسه دائما بنشدد انه لها اولويه مثل الاهل، لانه كمان نص وقت الطفل عم بيكون عم بيقضيه فيها، ان كان روضه او كان مدرسه، وسبب الحياه العمليه هلا للامهات يعني ما كثير في وقت لقضاء مع الطفل، فخبرينا عن هالدور المهم ايضا. طبعا هلا مثل ما تفضلت فينا انه نحن اول شيء بدنا نميز اذا كان هو منشا الموضوع، منشا عدم الانتباه كيف، منين يعني. اول شيء بدنا نقول، خلينا نقول للاهل يعني الانتباه، الام لانتباه اولادها هي لازم تكون منتبهه اذا كان في تعب، اذا كان في مرض، اذا كان منشاه مو بسبب مشتتات البصريه. هلا بسبب مشتتات البصريه مثل ما تفضلت رينا انه في كثير مغريات اليوم، في كثير مشتتات بصريه، في كثير اشياء بينشغل فيها الطفل، فبيبطل يركز، ببطل يكون معك. لما بيكون هيك بيكون امر طبيعي، بس لما بينضاف له قصص ثانيه، عدم الانتباه، فرط نشاط والى اخره، فهون انا بدي اروح الجا لمكان بحيث انه نشخص الحاله مزبوط ونشتغل عليها. هذا كدور اهل. دور المدرسه، دور الاهل بعدين بيؤدي انه نحن بننبه المدرسه انه هذا الطفل كذا وكذا وكذا، لانه اليوم لاحظنا كثير امهات مجرد ما الولد تحرك شوي عنده فرط نشاط، يعني الام دغري بتشخص لحاله يعني. الولد يعني ما في حركته طبيعيه، ما هو طفل بده يكتشف، بده يقوم، بده يلعب، بده كذا. فدائما بس يكون دورنا اول شيء يكون مراقبه، انتباه. انا حدد بالضبط ابني تشتت تركيزه كيف، وين، وليش عم بيكون، تمام؟ اذا كان طبيعي ضمن الاطار الطبيعي اساسا، انا اذا بشخص مسبقا انا ممكن ادي بهذا الولد اني انا وديه للمكان اللي انا عم شخص فيه، يعني انا عم مجرد انا اذا الام عم تقول انه هو عنده فرط نشاط ولا غيره، فننتبه لهذا الموضوع ونحاول مثل ما حكيت انا حدد بالضبط ليش هو بقيم عنه المشتتات البصريه، بحاول خففها. اذا بلش يرجع انتباهه معناها السبب هي المشتتات. كثير المشتتات عند الطفل اليوم، غير التلفزيون، غير الموبايل، غير كثير قصص، فهي كثير بسحب منه شوي شوي لحتى انتبه. اذا انتباهه تمام معناها بس بسبب المشتتات بحاول اني اخففها. نعم، يعني يمكن زينب هالمواضيع جدا مهمة، ودائما يمكن ذكرتي نقطة انه الأم هي لازم تنتبه على هذا الموضوع. بنرجع لك رينا وبنحكي عن أهم التقنيات في خلق روح المسؤولية لدى الطفل، معرفة حقوقه وواجباته.
نحن لازم نعرف انه عند الطفل في قسمي دماغ لازم يكونوا شغالين بشكل كثير متوازن لحتى الطفل يقدر يكون عنده تقنيات معينه يقدر هو يمارسها بحياته اليوميه بشكل يومي كمعتاد، من الترتيب، من الملاحظه، من العادات والتقاليد يلي هو يجبر حاله انه يعتادها بشكل محبب له. طبعا في عندنا كثير اسباب بتوصلنا لانه نحن يكون انتباه الطفل كثير جيد، ما بدنا نقول ممتاز جيد بهذا العمر لانه ما فينا نضبط ضوابط الطفل كلها والانتباهات اللي بتكون موجودة كلها بحواسه ضمن إطار معين نحن بنخلقه. كتير ضروري أنا أعرف انتباهه البصري، انتباهه السمعي، انتباهه الحسي، انتباهه الإدراكي. إذا هاي الحواس كلها شغالة عنده أنا بعرف أنه طفلي ما بيعاني من أي مشكلة سلوكية، لكن الموضوع هو تشتت بيئي، مغريات موجودة بحياته، أشياء معتادة عليها أنه ما يكون عنده فيها حدود أو وقت أو انضباط. في تقنيات كتير لازم نحاول نحافظ عليها، طبعا الغذاء السليم كتير ضروري، النوم الكافي كتير كتير مهم للأطفال اللي عندها تشتت انتباه أو عدم نحن بنقول شوي بصير عندهم عدم تخوف من المثابرة. الأطفال اللي عندها عدم تركيز كتير بصير عندها مثابرتها أقل، ما بصير في عندها اختلاط اجتماعي لأنه هي ملتهية بنمط معين، تركيزه الطفل كله ضمن إطار محصور، ممكن آيباد مثل ما حكينا، ممكن تلفزيون، ممكن أي مثير بيئي خارجي حواليه، ومثل ما حكينا لكل مثير استجابي، فهو عم يستجيب للمثيرات اللي بتحويه أو المثيرات اللي هو بتنفرض له كواقع وبحبها. الأم كتير ضروري إنه الأم هي اللي تنتبه. أنا أبدا ما أطلق صفة على الطفل أنا ما بدي إياها تكون مستمرة بحياته، يعني أنا ما بدي أقول له ليه ما عم بتركز، ليه ما أنك منتبه لي، انتبه لي تاني مرة، حاول ركز معي. هاي الكلمات كلها هي بتنمي عند الطفل شعور انه هو ما عم بركز، مع الايام بيعتاد انه هو ما يركز لانك انت اطلقتي هاي الصفه عليه. الاكل المتوازن كثير ضروري، القصص الخياليه كثير ضروريه لانه بعيش بهذا الخيال يلي هو بيعطيه شوي اكشن لحتى هو يستجيب اكثر للمنادى اللي انت عم بتنادي. الامور الثانيه التفاعل الاجتماعي، نخفف شوي من وسائل التواصل كتلفزيون او موبايلات بين ايدين الاطفال، نخفف شوي من الاشياء النمطيه الموجوده بحياتنا، نعلمهم نتحاور نحن وياهم، هن يسألونا ونحن نجاوب، والعكس صحيح، السؤال والجواب بيعطي كم هائل من التركيز للدماغ، وخصوصا انه بنشتغل على قسمي الدماغ مثل ما حكينا. المشكله اللي عم نعانيها اكثر شيء مع الاطفال انه عم بيكونوا عم يشغلوا قسم اكثر من قسم، فعنا تقنيات كثيره بتحاول تهدي الطفل، تقنيات جديده بتحاول تعطي استرخاء للطفل، وهذا الشيء ضروري لكل الاطفال. مثل ما نحن كبار بنعمل بنلجأ لليوغا، ممكن للهدوء النفس، ممكن لازم نبلش نفوت اطفال ونبدأ مع أطفالنا هاي التقنيات الحلوة اللي بتساعد على الاسترخاء. نعم رنا، يعني مثل ما قلتي انه مواقع التواصل الاجتماعي هي الشغل هلا، وسبب كثير كمان مريم من يمكن الامراض خلينا نقول عند الاطفال مثل تاخر النطق، تشتت الانتباه، عدم التفاعل. اليوم مثل ما قلنا بالسؤال الاول انه اغلب الاوقات عم يقضيها الطفل بالمدرسه، فما عم يبعد 6-7 ساعات عن مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هون اليوم كمان قد ايه في دور من المجتمع، من المدرسة، حتى من الأهل بهالوقت الصغير، أنه تحاول الأم أنه ما تحرمه بس أنه بنفس الوقت تقلل يعني من وسائل التواصل، لأنه هي شيء مفروض بمجتمعنا، خاصة عم نشوف أولاد عم يتأثروا بالثقافة الغربية. يعني عم نشوف يوتيوبر بنات صغار عم يتأثروا الأولاد فيهم. صحيح. يعني بتصرفاتهم. صحيح. المدرسة كمان كتير دورة مهم. صحيح. لقلك شغلة، المدرسة قضينا وقتنا ورجعنا تمام، وما في وسائل التواصل الاجتماعي. بدنا نروح هون الأهل ينتبهوا على موضوع النوع مو الكم، يعني مو إنه قاعد هو 6 ساعات، لا، هو شو عم بيشوف بهدول 6 ساعات. صح. يعني النوعية، الأشياء اللي عم بيشوفها، الأشياء اللي عم بيتابعها، الأشياء هون دور الرقابة، إنه أنا ضل منتبهة شو اللي عم بيشوفه النوع. أحيانا إذا كان عم بيشوف نوع سيء لنص ساعة، يعني مثل 6 ساعات اللي هو عم يشوفها بشكل عشوائي، فنوع الاشياء اللي عم يشوفها الابن، لهون دور الرقابه كثير كثير مهم. انا انتبه انه طبعا انتبه من بعيد دائما الولد، ونحن بنعرف كبار ولا صغار انه بس تمنعي شيء بصير مرغوب، بصير انا بثيري فضوله انه ليش انا عم بمنع عن هذا الشيء، فبيحاول يبحث عنه اكثر واكثر، فبراقب من بعيد. وفي كثير وسائل اليوم انه انت تحمي الطفل من خلال حتى جهازه، بتحطي له فيها تطبيقات معينه تحمي انه هو يفتح اي مواقع مثلا، فننتبه للنوعيه، هو على شو عم يتفرج، شو الاشياء اللي عم يتابعها. ومثل ما تفضلت رينا من شوي انه نحن في تقنيات اليوم بتساعد كثير على انه الطفل، يعني جربتها انا مع كذا طفل، يعني هي الشغله انه هي تقنيه ال بيسموها الاكسس بارز او الوصول للوعي او الهدوء والتركيز، انه هي
16 نقطة باليمين و16 نقطة باليسار بالراس. نعم. تلمسيها فمن خلال هذا اللمس بتفضي الشحنات الكهربائية والكهرومغناطيسية من الدماغ فبيهدى الولد. مجرد ما نحن عم نقول تركيز 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 بس نحن تجاوزنا فكرة الهدوء، هو مجرد ما كان هادي الطفل فهو رح يساعده على التركيز. شغلة كمان كتير مهمة انه الاهالي نفسهم لازم يكونوا هادين. يعني انا تعرضت لحالة من فترة بالشارع، هي طبعا مهمة الاهالي لازم يكونوا هاديين. انا بدي اقول لك هلا حادثة تعرضت لشغلة يعني حية بالشارع، انه كانت في طفلة واقفة وعم تبكي بطريقة هستيرية، يعني بطريقة هستيرية لمرحلة انه هي عم تشد شعرها وهيك والام واقفة وكذا، والام كثير محرجة. فانا قربت انه شوفي، قام قالت لي انه ما بعرف صار لها 15 يوم عم تعمل معي هيك وضوجتني لحالة. ايه صار لها 15 يوم فقت من النوم هي بهي الطريقة عم تبكي، والبنت انا عم بحكي مع الام. فانا شو طلبت من الام؟ قلت لها طب انت اهدي شوي. قالت لي طب العالم؟ قلت لها اتركي العالم، انت اهدي شوي. لما هديت الام عم بتناقش انا والام بلشت تهدى وبلشت تحس انه ماني مهتمه بالعالم، فالبنت بلشت شوي شوي تهدى وسكتت. فهي نقطه كثير مهمه، الام لما بتكون هاديه او الاب هذا بيؤدي لهدوء الاطفال. ومثل ما حكينا هي التقنيه لما بنبلش نحن نفضي الشحنات الكهربائيه والكهرومغناطيسيه من دماغ الطفل لحاله رح يهدى. مجرد ما هدي، وفي طبعا مو في في كبار نحن بنعمل لهم هي التقنيات بيناموا بيسترخوا، وبالتالي بتأدي معنا للانتباه الشديد يعني والتركيز والحضور. يعني الولد كلمة حضور معناها انه هو لما بيروح على المدرسة بيكون حاضر، بيكون منتبه، بيكون كل شيء عم ياخده عم يستوعبه. فهي واحدة من اهم التقنيات اليوم اللي الحديثة اللي احنا عم نشتغل فيها بانه نساعد هدول الاطفال فيها. يمكن نقطة كمان مهمة هي انه كل شيء بيقدمه الاهل يمكن ينعكس على الطفل، والاهل ان مرآة الطفل. رينا هون بهالحالة يعني بنشوف اطفال بتقولوا اطباع مختلفة، ولا هي لا ما أنا اطباع مختلفة، هي اسلوب تربية واسلوب حياة واسلوب نشأة. للأسف في عالم يمكن هن موفر لهم كل شيء ببيتهم ولكن ما نموفر لهم الأمان. خلينا نقول يمكن الأم هي ملتفتة لأمور تانية، أحيانا شغلة أحيانا يمكن اجتماعات رفقات. فهون النشأة قد ايه مهم، يعني طفل نشأته يعني ما فيك تلومي. أنا بقول إنه الطفل ما بينلعب بشيء تماما، الطفل صفحه بيضاء. نحن كيف بنربيه؟ طبعا الاسره الى 75% من سلوكيات الطفل المعكوسه على شخصيته، ونحن ما فينا نجزم انه الطفل عنده مشكله بالانتباه او بالهدوء اذا كان الاهل عن جد ضايجين. اذا كانت الام، للاسف الامهات دائما بتذكر قدام اطفالها نسيت وين حطيت، نسيت وين هاي الشغله، هاي الاشياء هي اللي عم بتعلم الطفل انه يتكاسل دماغه للاشياء المطلوبه منه. اكيد نحن كامهات وكاباء لازم تكون الوسط الاجتماعي او البيئه الاجتماعيه هي اللي تخلق له الدعم، تخلق له التوازن، تخلق له الهدوء والاستقرار لحتى يحس بالامان لبعدين. التركيز بياخذ الطفل من البيئه اكثر ما بياخذه من المحيط الخارجي خارج الاسره. طبعا المحيط له علاقه كثير كبيره، لكن البيئه هي اللي بتعلمه انه يركز بالأشياء اللي بتنطلب منه، بالأشياء المطلوبة إله كذاته. نحن ما فينا نجزم أنه الأهالي دائما المسؤولية على عاتقهم دائما، لأن الشارع للأسف هالأيام عم بيربي أكثر مننا. الظروف المحيطة، التفاعل الاجتماعي، الحدائق، الأماكن، المدارس، عم بيروح يشوف الأطفال أنماط معينة، سلوكيات معينة عم بتكون أحيانا مثيرة لجدل، وأحيانا رح تكون صامتة لكن صراخة معبة من جوا، لأنه رح تكون مشحونة بأشياء كتير سلبية. بدنا نكون كتير منتبهين، بدنا نكون كتير واعيين للأطفال، وما نحكي على أطفالنا أنه هن عندهم قلة تركيز. هاي الصفة اللي بنطلقها على أطفالنا هي اللي بتعمم هاي الموضوع بالدماغ وبتخليه منتشر. وبنرجع بنحكي انه كثير مطلوب الهدوء، نعلم اطفالنا يكون عندهم هاي الجلسات الجديده اللي هي تحت تقنيات معينه بتشغل مسارات الوعي، بتحاول تهدي الاطفال. حتى الامهات، ونحن كثير انا والاستاذه مريم عالجنا فيها اطفال لهم علاقه بالتوحد او بصعوبات التعلم، كانت تعمل كثير استجابه للطفل لانه هن شوي عندهم رؤيه معينه لامور معينه بالواقع نحن ممكن ما نشوفها، حاولوا يستجيبوا معنا بطرق كثير سريعة وكانت استجابتهم فيها هدوء وسكينة. هذا الشيء المطلوب من أطفالنا. نعم، يعني عم تحكي بنقاط كتير مهمة رينا، يعني قلنا الهدوء بس دائما للأسف خلينا نسقط على الواقع. في كتير من العائلات اليوم السورية هم الحياة اليومية كيف بدها تعيش، الحياة الاقتصادية، بس دائما عم ينحط الشيء الاقتصادي هو شماعة لعدم التربية أحيانا أو لعدم أنه الالتفات للأطفال أحيانا. فعم يطلع شريحة من الأطفال في عندها شوية من خلينا نقول الأمراض اللي بدها معالجة. فمريم اليوم قد ايه مهم الواحد يكون منطقي وواقعي، ما في ظرف من الظروف يكون شماعة حتى ما يكون في انتباه معين او راحة نفسية معينة للأطفال.
هلا انا اذا كان ظرفي الاجتماعي غير ملائم او ظرفي الاقتصادي او ظرفي المالي، يعني انا اقدر اصرف وروح انا باتجاه الشكوى او التذمر، هذا الشيء رح يصرف او هذا الشيء رح يخلوني تربوا صح؟ يعني انا بدي اكون اليوم واعي انه انا ادمج هذا الحكي مع الاولاد، حج بالظرف خليك عم تشكيك اليوم، كل ما انت ركزت على الشكوى بدها تزيد الشكوى، كل ما انت ركزت على على القله بدها. الناس بتفكر التركيز لا انا ماني مركز على القله، لانه طالما عم تحكي عنا طالما، واليوم الاحاديث انتبهي كيف عم بتكون، وين ما رحتي وين ما قعدتي، احنا صار عندنا بقى وعي جمعي صحيح وطاقه جمعيه. هي الطاقه الجمعيه طبعا على الكون طبعا على على, على 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 المجتمع السوري، خليني اقول لك طبعا، لانه شو حديثه شو حديثه اليوم شو حديثه كلياته، وين ما رحتي وين ما قعدتي هن عم يحكوا بنفس الطريقه، وبالتالي بينعكس هذا الموضوع على على الطاقه الجمعيه للكل، بياثر على انه لما نحن بنشكي بيزيد الشكوى، لما بنقول شو في اسوء بيجي اسوء، انت عم تقولي شوفي عم تستدعي حاله من السوق، فننتبه كثير لموضوع لكلامنا كيف نحن عم نحكي. فالشخص لما بيقول لك انه انا وضعي ماني فاضي، شلون ماني فاضي؟ يعني انا شو الشيء اللي بخليني مو فاضي؟ اذا انا قعدت وزعلت رح ينحل اموري، اذا انا اشتكيت رح تنحل اموري؟ لا ما رح، بالعكس كل ما كنت هادي ورايق كل ما قدرت ركز اكثر، وكل ما قدرت انا لاقي لحالي بواب ممكن تخليني ارتاح اكثر وريح اولادي. يعني مع هالمعلومات شكركم كثير عليها، شكركم على الاضاءات جدا مهمه، بالعاده نحن انتم بتكونوا ضيوف منفصلين ولكن اليوم اجتمعتوا لنقدر نحن ناخذ منكم اكثر ونعطي مشاهدينا ايضا، شكرا لوجودكم معنا نورتوا صباحنا. شكرا لكم، يعني عملنا صبحيه هيك انتقائيه صباح هاي لكل اللي عم يحضرنا من امهات، ان شاء الله يكونوا استفادوا من كل المعلومات، نورتونا ان شاء الله نهاركم يكون كثير حلو. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. أما هلأ زينب رح ننتقل لنادي المحافظة، محافظة دمشق الرياضي والثقافي، وافتتاح معرض وثائقي تحت عنوان دمشق.